أولى محطاتنا الصباحية مشاهدينا رح تكون ثقافية أدبية، رح نسلط الضوء على أديبة وباحثة سورية عملت لسنوات عديدة بمجال التمكين للغة العربية وصدر لها كتب بالإضافة إلى نشر كتاباتها في جراند عربية وعالمية. خلونا نتعرف سوا على الكاتبة والباحثة في تبسيط اللغة العربية راغدة محمود. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك، اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير. اول شيء بدنا نقول لك الحمد لله على سلامتك، جاي من طرطوس. نعم. طمينا اليوم كيف وضع طرطوس وكيف اهلنا؟ طرطوس بخير، طرطوس مطر جميل مثل عنا هيك تماما الشام. امطار السماء التي تغسل دائما الاحزان الحمد لله، اكيد وتطرد هذه الدموع المالحه الى البحر ان شاء الله. لذلك هيك ان شاء الله يوم خير للجميع على امتداد البلد الغالي سوريا. يا صباح دائما نحن نقول هذا المطر يكون هيك لارواحنا قبل الخارج. نعم. ست راغدة، عم نحكي اليوم عن اللغه الام والعلاقه الوثيقه اليوم اللي عم تربطنا فيها رغم تعدد اليوم اللغات اللي صارت اليوم كان باللغات الاجنبيه الفارسيه، صرنا نشوف الناس شوي تولعت بالقصص الثانية، ولكن الثوابت رح تبقى ثابتة. يعني خلينا بداية نبلش من تجربتك ونحكي عن علاقتك اليوم بهي اللغة رغم كل الصعوبات اللي عم تواجهها. طبعا أولا اللغة الأم هي اللغة التي يتلقاها الطفل من لسان الأم، أي تبدأ من المناغات حكايات الجدات. لذلك علينا التفريق بين اللغة الأم واللغة العربية الفصيحة. اللغة الأم هي لغة جميلة ولكنها تميل إلى العامية أكثر من ميلها إلى اللغة الفصحى. لذلك علينا الانتباه، بعض الأمهات لا تهتم كثيرا باللغة العربية وإنما توجه الطفل لقراءة اللغات الأجنبية الإنجليزية. صح. وهذا ما أدى إلى التنمر. بعض الأطفال ما عاد يستطيع التعبير عن نفسه، عن متطلبات نفسه. ما هي اللغة؟ اللغة هي أداة التواصل، فعندما يفقد الطفل التواصل مع الآخر سيفقد ذاته. لذلك أيتها الأم اهتمي باللغة التي يستطيع من خلالها الطفل التواصل مع الآخر. ليس المهم أن يتعلم اللغة الغربية الأجنبية باختلافها، ولكن عليه أن يبني شخصيته من خلال لغة يتعامل معها مع مجتمعه. طالما نحن في مجتمع عربي علينا الاهتمام باللغة العربية وهي نصيحة. نعم. اللغات الأخرى نستطيع الاهتمام بها إن رغبنا بالسفر أو قراءة ثقافات أخرى، أما عندما أريد التواصل معك علي احترام اللغة الأخرى لهذا المجتمع. أكيد. أستاذة راغدة، اليوم برصيدك 3 كتب إن نعم. كانت على مسرح الإعراب أو عالم الإملاء ونساء نعم. القصور على مر العصور. نعم. شو بتحبي تخبرينا اليوم أفكار عن هاي الكتب؟ طبعا أنا أعمل في مجال تبسيط اللغة العربية منذ أن بدأت تدريس اللغة العربية. الجميع يشكو من صعوبة اللغة، قواعد اللغة، نحو اللغة. لذلك عملت من خلال مسرح الإعراب على تبسيط هذه القواعد من خلال مسرحيات قصص. الطفل يقف على خشبة المسرح، يتحدث مع الفاعل، يتحدث مع المفعول به وغيره، وبذلك يصبح النطق سليما عند هذا الطفل. أما عالم الإملاء فهو عالم من قواعد الإملاء المختلفة. نساء القصور على مر العصور تتحدث عن المرأة العظيمة، المرأة التي مرت على هذا الأرض، ويقولون دائما الطفل يجب أن يربى قبل 20 عام من ولادته. لماذا يجب أن نربي الطفل قبل 20 عاما من ولادته؟ أي أن نربي هذه الأم. عندما نربي هذه الأم العظيمة فإننا نربي طفلا عظيما وفردا عظيما وبذلك مجتمعا راقيا عريقا. طيب ست راغدة، اليوم كونه عم ذكرتي الأطفال ونحن بنعرف أنه دائما هو الطفل هو الأساس، يعني من بعمر صغير نحن قادرين نأسسه، قادرين نقدم له المعلومات إن كان باللغة العربية إن كان بالحساب، ولكن اليوم حضرتكم عم تروحوا لتقديم المعلومات خلينا نقول عمر الثانوي. صحيح. يعني اليوم ليش رحتوا للثانوي وما اخترتوا الأعمار الأصغر؟ نحن بنعرف أنه اليوم التأسيس دائما ببلش من الصغر. طبعا يختلف مستوى التدريس بين الطفل، عندما الطفل يجب أن ينطق باللغة الفصيحة لأن التعليم يكون باللغة الفصيحة. توجهت إلى المرحلة الثانوية العليا لأنني مدرسة في المرحلة الثانوية، لذلك أحاول من خلال ما يمر به بلادي من صعوبات الحرب، الزلازل، ارتفاع ما يقال ضعف الفقر، ليس كل الناس تستطيع دفع أجور الساعات الخاصة، لذلك كنا يد واحدة لتقديم صحيح. معلومات هامة مبسطة لهذا الطالب في المرحلة الثانوية، لأنه في حقيقة الأمر الشهادة الثانوية في بلادنا هي تقرير لمصير هذا الطالب تمام. تقرير لمستقبل هذا الطالب،
لذلك توجهنا لهذه المرحلة العمرية بسبب ما نمر به من أزمات، سواء كان الحرب أو الزلازل التي ضربتنا. الأزمات الاقتصادية اليوم قدام الدرس الخاص أو المعلم الخصوصي هو عبء على الأهل وعبء على الطالب، حتى يعني بيطلع من مدرسته بيروح للدرس الخصوصي. كيف اليوم لقيتي مستوى طلاب الثانوي يعني من خلال تجربتك اليوم؟ هل نحن عنا أساس بالمدارس بتعليم اللغة العربية؟ في حقيقة الأمر المستويات مختلفة. لا نستطيع بناء متين يقاوم الزلازل ونوائب الأيام والدهر إلا إذا بدأنا من الصغر. صحيح. في حقيقة الأمر علينا أن نبدأ من الأهل، لا أحد يترك شيء على المدرسة. بس الأهل عم يتركوا أولادهم هلأ بس بالدروس الخصوصية. نعم. يمكن هذا الشيء غلط. عندما الأم تقول أنا ولدي يتابعه مجموعة من المدرسين. وفي حقيقة الأمر ليس الضمير لا يوجد عند الجميع، بعض المدرسين يقومون بتسريب بعض المعلومات، وأنا لا أخفي عليكم بيع بعض المواد، وهناك الكثير من ضعاف النفوس. هؤلاء ضعاف النفوس عندما نحن نحاربهم، كيف نحارب هؤلاء عندما تتابع الأم هذا الولد؟ هل حقا ولدي نال هذه الدرجة؟ وفي المقابل هناك بعض المدرسين الذين يحملون بين أيديهم مستقبل هؤلاء الشباب، يرتقون بهؤلاء الشباب، يغذونهم بخبز الحياة وهو خبز التعليم. لذلك نحن في سوريا لدينا الكثير من أصحاب الضمير، والدليل على ذلك هو وقوف سوريا في وجه العالم، انتشار عطر ياسمين سوريا في أنحاء العالم، أشهر أطباء العالم من سوريا. صحيح. نعم. أكيد. يعني اليوم حضرتك مدرسة لغة عربية. نعم. وعطول منقول أنه المدرس هو اللي بيحبب الطالب بالمادة. صحيح. كيف قدرتي اليوم تبسطي مفاهيم اللغة العربية، خصوصا أنه اللغة العربية صعبة شوي وجامدة، يعني إن كانت بالقصائد إن كانت بالنحو بالإعراب، خبرينا طريقة المشهد المسرحي اللي اتبعتيها، شو المقصود فيها؟ المشهد المسرحي لا أدعي بأنني قمت باختراع هذا الشيء، لا، يوجد الكثير من الأفكار التبسيطية من ألفيت ابن مالك انطلاقا إلى أشياء أخرى. ولكن ماذا فعلت في ذلك؟ قمت بتحويل الأداة النحوية إلى شخص، قمت بتحويلها إلى شخص من لحم ودم يقف على خشبة المسرح يتحدث مع الآخر، فأنا لا أستطيع أن أحب أي شخص غير موجود، لذلك جعلنا الأداة النحوية موجودة فعشقها الطالب. وأصبح يقول هذا الفاعل المرفوع، هذا المفعول به منصوب، هذا الحال، وهكذا، فتعرف على العائلات باختلافها وتنوعها. والطفل كما يقال أعطني مسرحا وخبزا أعطيك شعبا. لذلك نحن اتبعنا هذه الطريقة. الخبز الحمد لله متوفر في سوريا، نحن بلد العطاء وبلد القمح، والآن نحن المسرح أيضا ننطلق، الكثير يحاولون إعادة القلق إلى المسرح في صحيح. سوريا، ولدينا الكثير من القامات العظيمة في مجال المسرح. طالما ذكرتي اليوم أنه نحن دائما يعني نحن بنذكر من المراحل العمرية اللي مرقنا فيها، كان بالمدرسة الثانوية الجامعة الأخرية. نعم. دائما المعلم هو اللي بحببك بالمادة. يعني أنا هلأ بتذكر أسماء أساتذتي بالابتدائي، يعني نعم. المواد المميزة اللي كنت حب درسهم، يعني لأنه هنون كانوا روح للمحاكاة، ولا كأنه أنت عم تعيشي الواقع درس كأنه شخص مثل ما ذكرتي حضرتك. ولكن اليوم مو كل المعلمين عم يتبعوا نفس القصة، وهذا الشيء عم يعمل نفور لبعض الطلاب عن المادة. اليوم كيف بتقيم اليوم المدرسين، أو ما بدنا اليوم نحن نروح للتقييم، هل عم نشوف اليوم عم يقدروا يقدموا المادة للطالب بشكل سلس وسهل؟ ودائما نحن المعلومة كل ما كانت أسهل بتصل أسرع وأزرف. صحيح. يعني صحيح. في حقيقة الأمر في سوريا وزارة التربية تعمل جاهدة ليل نهار من خلال الخبرات المنتشرة في سوريا على تبسيط قواعد اللغة. وأنا أقول لكم المعلم لا يستطيع أن يكون مبدعا إلا إذا كان أبا وأما ومربيا. صحيح. صحيح. لذلك عندما تكون المعلمة أما للطالب والمعلم أب قدوة له، علينا أن نجد بأن هذه المادة تصبح في صميم هذا الطالب. أما عندما يكون يبتعد المعلم عن القدوة فإن الطالب يبتعد عن المادة. لذلك أنصح جميع المعلمين جميع المدرسين أن يكون القدوة. الطفل السوري والشاب السوري يحتاج إلى القدوة. صحيح. لذلك أطلب منهم، أنت لست معلما، لأن التعليم ليس مهنة تحتاج إلى المال، وإنما هو رسالة عظيمة. صحيح. ولذلك اختار الله عز وجل الرسول
معلما. يعني بما انه عم نحكي عن اسلوب الاعطاء والتقديم، نعم. كلنا لاحظنا من فتره كيف كان في انسات عم يعطوا اللغه الانجليزيه بطريقه الغناء. صحيح. طبعا صار في حالات تنمر كثير على مواقع التواصل الاجتماعي، هل هي الطريقه صحيحه اليوم؟ فعلا ممكن نقدر نركز على هذا الموضوع؟ في حقيقه الامر جميل هذا التبسيط، ولكن نحن العمل رائع والعمل فريضه، ولكن علينا الانتباه الى اتقان العمل. هاي النقطه، اتقان العمل هو صحيح. من الايمان، أنا أن أعمل هو واجب علي العمل، ولكن أن أتقن عملي بضمير فهو لا يحتاج إلى تنمر. لم يعلق أحد على الأغنية، ولكن كان التعليق على إتقان العمل، أسلوب العمل. أما عندما نجد أي مدرس، لدينا الكثير من الحالات على مستوى سوريا، يعني بعض المدرسين رائعين أثبتوا وجودهم على الساحة السورية وأصبحوا قدوة على مستوى سوريا. لذلك علينا أن ننتبه إلى إتقان العمل من العمل. حتى بوقتها استرغدا يعني كان التنمر أنه لفظ صحيح. ما عم يعطي الكلمة حقها تماماً. فهنن يشكرون يعني اليوم قدموا هي المبادرة كرمال يقربوا من الطالب صحيح. هي اللغة ويحببوها. هيك بالدقائق الأخيرة اليوم نصائح لكل المدرسين وللطلاب وخاصة للأهل، يعني نحن دائما هلأ عصر السوشيال ميديا تبع اللغة الإنجليش الفارسي تمام. الروسي عم بعد شوي مثل ما صحيح. ذكرنا ببداية الحديث. في ختام الشكر لكم أيها الأهل، عليكم بالاهتمام بأولادكم بالتواصل وبالتواصل بتعزيز اللغة العربية، لأن اللغة العربية هي اللغة الأم، وعندما يحترم الشخص أمه فهو يحترم كيانه، واللغة العربية هي هوية، فعلينا الاهتمام بهذه الهوية كي نستطيع التأثير في العالم الآخر. أكيد بدنا نشكرك كثير الأديبة والباحثة راغدة محمود، نورتينا. شكرا لكم. بدنا اكيد نتشكرك، وهيك اليوم يوم بعد يوم نحن دائما بنقول انه نحن بنرفع راسنا بالطلاب السوريين، ومثل ما قلتي يعني دائما الكوادر العلميه السوريه اللي متواجده خارج سوريا لها اسم كثير كبير. بنتمنى يكون هذا الدعم موجود داخل سوريا، بنتمنى اليوم نحن نشوف طلابنا الدكاتره المهندسين عم ياخذوا حقهم ضمن البلد. بدنا نتشكرك، سلام كثير كبير لاهالينا بطرطوس. شكرا لك وشكرا لحضورك اليوم.